للحديث حول ذلك ينضم إلينا السيد عبد الله الشيباني، مدير علاقات غرفة العمليات عزم ومجلس إدارة اللجنة المشتركة من ريف حلب. مرحبا بك سيد عبد الله. في البداية، جاء في بيان اللجنة أنها قررت عزل أبو عمشة، بأي صفة قررت ذلك وما صلاحياتها؟ حياكم الله، أهلا وسهلا أخي العزيز، ومرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. الصفة التي أصدرت اللجنة الثلاثية قرارها هي لجنة استثنائية متفق عليها من قيادة عزم، الأخ أبو أحمد نور قائد غرفة القيادة الموحدة عزم، ونائبه كذلك فهيم عيسى أبو أحمد وهو نائب قائد القيادة الموحدة عزم وقائد حركة ثائرون، وكذلك يعني تمت هذه اللجنة بموافقة محمد الجاسم أبو عمشة قائد فصيل سليمان شاه. فاللجنة اكتسبت مشروعيتها بتوافق القادات العسكرية على إنشاء هذه اللجنة والرضا بما يصدر عنها، فهي صفة استثنائية للنظر في هذه القضية والدعاوى المرفوعة على هذا الفصيل. ما أبرز التهم الموجهة لأبي عمشة وقادته أيضا؟ الدعاوى كانت منوعة حقيقة، يعني اللجنة استمرت في العمل على مدار قرابة الشهرين تقريبا، يعني واستمعت إلى كثير من الشكاوى، كانت يعني تعد بالعشرات، هي حقيقة متنوعة ما بين قضايا مالية وأحيانا يعني مسائل متعلقة ببعض خلينا نسميها مثلا بعض الأخطاء والتجاوزات الصادرة من بعض القادات. أيضا يعني هناك مواضيع ابتزاز، قضايا ابتزاز ونحو ذلك، يعني هذه بالإجمال القضايا يعني نظرت فيها اللجنة وبنت على أساسها قرارها في عزل هذه القيادة طبعا بعد إثباتها. سيد عبد الله، يعني هل سيكون هناك جهة ستعمل على تطبيق قرار اللجنة، ومن هي هذه الجهة؟ طبعا الجهة المخولة بتنفيذ هذا القرار هي قيادة عزم بالأساس، وأعلنت عن التزامها كذلك قيادة فصيل سليمان شاه بقيادة محمد الجاسم أبو عمشة. أيضا يعني الكل كان أعلن عن التزامه بما سيصدر عن اللجنة من قرارات، فالجميع حقيقة سيعمل ويتعاون على تنفيذ مضمون هذا القرار إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يتم الأمر يعني بدون مشاكل كبرى، وأن يعني تهيئ الأجواء والظروف المناسبة لتنفيذ هذا القرار، وأن يتوجه كذلك بعد ذلك يعني أن تتوجه الأعين إلى محاربة المفسدين الموجودين في كافة الفصائل بغض النظر عن انتماءاتهم وبغض النظر عن مناصبهم ومكاناتهم. بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني، ما الإجراءات التي ستتخذها بعد هذا القرار الذي يستهدف أحد قادة فصائلها؟ طبعا فصيل سليمان شاه هو أحد مكونات ثائرون، وثائرون أحد مكونات القيادة الموحدة عزم، يعني بالنهاية الجميع يعمل في ضمن الجيش الوطني، هي تكتلات موجودة ضمن الجيش الوطني، وتقريبا عزم الآن شملت القيادة الموحدة عزم شملت جميع الفصائل، يعني كل الفصائل صارت موجودة ضمنها بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل فصيل فرقة الحمزة وكذلك المعتصم، هما جزء من حركة من هيئة ثائرون للتحرير، وهيئة ثائرون للتحرير التي يقودها فهيم عيسى أبو أحمد هو نائب قائد القيادة الموحدة عزم، فبالتالي الجميع موجودين ضمن القيادة الموحدة عزم، والجميع كذلك يعمل في مظلة الجيش الوطني ووزارة الدفاع. ما تتخذه هذه القيادة قيادة عزم هو راح يكون متوافق مع رؤية الجيش الوطني في الإصلاح إن شاء الله تعالى. أشكرك سيد عبد الله الشيباني، مدير علاقات غرفة العمليات عزم ومجلس إدارة اللجنة المشتركة، حدثتنا من ريف حلب على كل هذه التفاصيل.